معي عبر الهاتف موفدة أخبار الآن في كركوك جنان موسى. جنان مساء الخير، كل التطورات طبعا التي يجب أن نعرفها وماذا حدث معك في كركوك اليوم وفق ما تابعنا على تويتر، حسابك على تويتر. مساء النور ميسون. بالفعل مدينة كركوك أو القوات العراقية سيطرت على مدينة كركوك، دخل الجيش العراقي والحشد الشعبي، سيطروا على المطار، سيطروا على مبنى المحافظة، وطلبوا أيضا بإنزال جميع الأعلام الكردية وكذلك أيضا صور زعماء الأكراد خاصة مسعود برزاني، بإنزال هذه الصور ورفع الأعلام العراقية فقط. هناك حقيقة ميتون حاليا الوضع هادئ جدا داخل مدينة كركوك، ووصلنا أيضا تقارير على أنه هناك احتفالات من المواطنين الذين بقيوا في الداخل وهم من التركمان والعرب، يحتفلون بدخول هذه القوات إلى المدينة، ولكن يعني الخيبة الأمل الكبرى هي طبعا للأكراد الذين خرجوا من المدينة. بالحقيقة آلاف وربما عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد خرجوا من المدينة خوفا من أن يتم استهدافهم بعمليات سارية وما إلى هنالك. منذ قليل كنت أقف على الطريق الرئيسي الذي يصل مدينة كركوك بإربيل، هناك آلاف السيارات كلها تتجه إلى مدينة أربيل، بحيث وقالوا لنا بأن هناك خيبة أمل من أو صدمة بسبب يعني خروج البيشمركة وبسبب يعني انتهاء المعركة وسيطرة القوات العراقية بهذه السرعة على المدينة، لأنه لم يكن أحد يتوقع بأن بهالصح بهالسرعة ستسيطر بهذه السرعة. هناك أيضا خيبة أمل يعني بسبب السياسة الخلافات الكردية الداخلية، وهناك أصابع الاتهام تتوجه إلى حزب إلى البيشمركة التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بحيث يتم اتهامه بأنه انسحب من الجبهات بدون أن يقاتل وبدون أن يدافع عن المدينة. وهناك أيضا صدمة ثالثة بسبب رد فعل المجتمع الدولي، رد الفعل غير موجود حقيقة، يعني البعض يتذمر من أنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل شيء لمساعدة الأكراد، وقالوا لي بالحرف الواحد على أنه الأكراد حاربوا داعش نيابة عن العالم، والآن يعني العالم تركهم لوحدهم بدون الدفاع عن المدينة حسب تعبيرهم. هناك أيضا غضب تجاه إيران لأن بعض الأكراد يتهمون أن القوات التي دخلت إلى مدينة كركوك هي ولاء لإيران أو تعمل بالتنسيق مع إيران. وهناك أيضا غضب تجاه تركيا لأن تركيا أخذت موقف داعم لحكومة الحكومة الاتحادية في بغداد، وقالت بأنه يعني تدعم هذه العملية العسكرية في كركوك ضد حزب العمال الكردستاني. فيعني هناك صدمة وخيبة أمل كثيرة وحالة نزوح كبيرة للأكراد من المدينة. شكرا جنان موسى، موفدة أخبار الآن إلى كركوك.